نزهو بماضينا ونهضة الحاضر. ترقى أمانينا إلى غد ناظر، تسمو به الأوطان بالعلم والإيمان ليسعد الإنسان. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أعزائنا المشاهدين، نرحب بكم في حلقة جديدة من برنامج من القلب. وفي هذه الحلقة إن شاء الله سنتحدث عن جزيرة عزيزة علينا وتاريخها طويل وعريق الحقيقة، فإن شاء الله سنتحدث عن بعض التفاصيل التي تخص هذه الجزيرة وأهلها من خلال الحديث مع العم النوخذة علي محمد علي الفرج. نزهو بماضينا ونهضة الحاضر، ترقى أمانينا إلى غد ناظر. عم محمد، صبحك الله بالخير. الله بالخير، يا هلا ومرحبا. الساعة المباركة هذه الله يحفظك ويسلمك ان شاء الله. جزيرة فيلكة، احنا طبعا نقول فيلكة اهل الكويت، ما يقولون فيلكة، يقولون فيلكة دائما بلكة. ففيلكة يعني جزيرة لها تاريخ طويل وممتد وعريق. يعني اذا احنا بنرجع للتاريخ، يعني نزل فيها الاسكندر المقدوني قبل الميلاد، صح ولا لا؟ صح. والاثار موجودة وتدل على ذلك، وأيضا بعد ذلك مرت عليه هجرات عديدة حتى يعني تكون فيها مجتمع، استقر هذا المجتمع واستمر إلى يعني فترة قريبة اللي هي فترة الغزو العراقي. وبعد ذلك أهل فيلكة انتقلوا إلى مدينة الكويت كلهم، وأصبحت اليوم عبارة عن منتجع سياحي أو مركز سياحي. احنا ودنا نسولف وياك عن ايام قبل وعن عيشتك في فيلكة وعن تاريخك مع اهالي فيلكة. نعم ابو محمد، انت اعتقد مواليد 1928. نعم. وين في مواليدك بالضبط في فيلكة، ومنو اهل فيلكة اللي حواليكم؟ فيلكة اللي حواليك اللي جماعتنا. نعم. عيال صالح، عيال صفي. عيال الصفي. اي نعم. هذا، وفي جماعة بعد من جبلينا بعد نفس الشيء، عبر جماعتنا مو هم بعيدين يعني. نعم. أنتوا الشمال ولا الجنوب؟ لا احنا بالوسط. 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 فيلكة فيها وسط وفيها شمال وفيها جنوب. نعم فيها. نعم. جنوب. ايه. هذيلا فيهم يعني كان مثل ما تقول عيم إيرانيين. نعم. وياو سكنوا هني وفيهم أصليين. نعم. احنا الوسط. نعم. فينا على ما قلت يعني الخوارير. الخواريه. خواري. خواريه اعتقد يوم من خرج. اي من خرج. من خرج. نعم. اكثرهم خرج. نعم خواري. وفي. نعم. شمال هذيل هم العيال مال الله وعيال طاهر. هذيل بالشمال. بالشمال مال الله وطاهر. اي هذيل وجماعتهم طبعا. نعم. اي نعم. فهذا اللي يعني شو اسمه اللي تعرف، بس اللي جماعتنا اللي حوالينا عيال صفي يمكن خمسة. نعم. سبع عوائل. نعم. كان هذا يدي يصير يدهم، يدك أبو أبوك. أي أبو أبوك. وهو أيضا يدهم. يعني أنتم تدخلون معهم في الجن. يصير يدهم. نعم. أبو أمهم. أبو أمهم. ها. بالنسب والمصاهرة. بالنسب. أبوي كان خالهم يصير. نعم عدل. هذا عدل. هذا عدل. اللي هو. نعم. شو اسمه. نعم. منو بعد من عوائل حواليكم في عوائلنا الوسط؟ عبد الله عبد الرحمن مثل عندك أحمد عيسى. أحمد عيسى. أي عندك عبد الرزاق خلف. رزاق خلف. اي هذا. نعم. اللي مول عبد القادر عندكم؟ لا عبد القادر ظهرنا داخل شوي من هناك، بس من الوسط ولا من الشمال؟ من نعم من الوسط. من الوسط. نعم. عندنا محمد طالب. محمد طالب. نعم. اي عندنا محمد السرحان. السرحان. عندنا علي بندر. نعم. هذا اللي يمنا كلها قدماء هذيل. إيه كلها في نفس المنطقة من أهل الوسط فيلكة. إيه نعم. عبد السلام.
نعم. شو بعد بيوتكم عن البحر؟ احنا اقرب شيء بيوتنا احنا للبحر. للبحر يعني حوالي 100 يعني متر يعني مطاف سيارته يروح وياي كذي مثل يعني بس متر 20 متر 15 متر. بس هذه مايه البحر ما تاثر عليك. لا 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 ما توصل بيوت مرتفع يعني. اي ارتفاع عدل هذا بيوتنا يعني اللي شو اسمه. نعم. اي فاذا هذا فريجكم الاولي في الوسط وسط جزيره أيه فيلتشا أيه. وذكرت لنا العوائل الكريمه أيه. نعم. اللي كانت سكان الجزيره في ذلك أيه. الوقت أيه. ونشات انت في هالفريج اي نعم. وانتم صغار شو تسوون أيه. فيلتشا تلعبون كره ما تلعبون كره تيله اي هذا الدوامه كان تعرفون الدوامه اي اي بعد عندك تسوون هالدوامه ولا تجيبونها من الكويت؟ لا لا نجيبها نشتريها زاهبة نشتروها جاهزة اي اي عندك البلبول اي ها نعم البلبول اي هذا كله يعني عندنا موجودين موجود هالشيء نعم. وكرة تلعبون كرة؟ كرة شو اسمه لا مطاعة كذي قبة شلون قبة يعني تسوونها انتو اي نسوي وتشوتون فيها بس تلعبون كرة على كرتكم انتم مسوينها اي يعني. على هذه تلوتونها وتلفونها مدورة تصير اي خياط يخيطونها خياطة يخيطون عليها يعني ما عندكم كرة مثل كور اليوم لا انتم تسوونها وين ذاك الساعة كرة وين من يحصل لا من الهند ما تجيبون من الهند لا كرة لا ما تجيبون انتم تسوونها وتلعبونها هذه بروح نسويها نعم واحد يعني مثل شاطر تلقى يلفها من داخل إيه؟ ويخيط عليها خيط نعم يلقطها وكذا من نعم هنا يعني نعم هذا اللي نعم اسمه اي والاكل في فيلتشا يعني اكلكم تزرعونه عندكم مزارع عندنا الحبوب نزرع حبوب تزرعون اي بعدين الطروح اي نعم نزرع اليزر نعم يزرعونه في ناس خاص عندهم يسوون مزارع يعني نعم يزرعون هالشيء نعم الطماطم الخضره هذه الخضره بانواعها تروح اليزر يزر اي نعم. هذا كله تزرعونه اي هذا على السيف تبيعونه في فرضه صغيره على لا السيف لا 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 ما تروح المزرعه تشتري وتجيب بالمزارع نفسها يمكم مو بعيد اللي يحتاج شيء يروح المزرعة يشتري من المزرعة يشوف صاحب المزرعة يشتري منه فيهم ناس بعض الناس منهم يحط له زبيل ويحط فيه الخضرة وهالأشياء يدور في الشوارع عدل اي بعضهم ايه تذكر بعضهم اللي اي يعني اساميهم او شيء ما تذكر لا ما اتذكر عندنا واحد اتذكر انه اسمه الحساوي إيه؟ هو مو من فيلتشا مو من فيلتشا لا عنده نعم. يشتغل في مزرعة يابر الصباح نعم عنده مزرعة عودة نعم وحطوا في هذه صبي نعم وتم يزرع يسوي بقل ما بقل يزرع ورويد نعم هالأشياء إيه. فيدور في الشوارع نعم بقل ما أدري شو هذا يشترون منه الحريم نعم هذا نعم, نعم فهذا اللي هذا تذكره يعني إيه ولا ذلك عندك عبد الرحيم وكبر ويعقوب شو اسمه العيم على قولتهم يا هالأشياء هذا اللي يسوون مزارع بروحه نعم اي يزرعون اليزر ولو صار وقت الموسم يروح يشلعون نعم يغيبون الكويت عدل اي الطروح نفس الشيء يودون الكويت يودون الكويت يودون الكويت عدل انا اسمع انه في مراكب خاصه من فيلتشا كل يوم تحدر خشب ذي الساعه ماكو سفن شرائي خشب صغار نعم اي سفن شرائي ينزلون للكويت ويطرحون اللي عندهم بالسوق هناك واليزر لا موسم ايام الشتاء اكيد اي نعم ما يبي ماي ياس على الله وعلى المطر اللي يصير على المطر بس هل يزر هذا سبحان الله لو نعم. صار مدته ايه شلعوا صارت فزعه انا وانت وهذا نروح منه اليوم عبد الرحيم مكبر يشلع اليوم فلان بيشلع ايه رحنا نركض ساعدونه اي بناكل فزعه اي بياكلون ايه نعم. شباب نعم. يبدون يبون وهو صاحب المحل يبي بعد السرعه مساعده اي نعم. هذا اسمه هذا اللي حصل يعني نعم. على طاري مزرعه الشيخ يابر الصباح قلت نعم ما تدري اي يابر يابر ابو محمد اليابر كانت تعرف
محمد الأحمد؟ محمد اليابر. لا محمد اليابر إيه؟ يابر الصباح إيه؟ هذا مثل ما تقول ولد عمهم إيه؟ هذا يوم قضية صدري مبارك ما مبارك أيام يعني. الشيخ مبارك بعضهم ترك الكويت ما صارت بينهم مثل نعم. ما تقول أخوانه صار بينهم مشاكل وكذا إلى آخره. شال يفلجه يا فيلج هذا انت يا يابر 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 ولد ايه محمد تقول اي ابو محمد اي نعم فسوى له بيت هناك ايه ود نعم. العبيد ماله خدم ماله ايه والزوج له زواجه وهذا نعم. قعد في البيت بعد على البحر مو بعيد نعم اي فهذا هذا اللي فسوى له القرينيه سمعت فيها عدل سمعنا في القرينيه نعم اه وهذه البقشة المزرعه اللي جبله نعم هذه من مزرعته مزرعته يابر, يابر أيضا ايه يابر نخيل ما نخيل ايه فيها وهذا وسيد نعم نعم فتم يبارونه نعم بعد ما توفى محمد توفى بالجزيرة لا بالكويت أظن بالكويت أنا ما ايه ما شفنا نعم أنا ما شفته لا لا أنا ما لعقت لا على يدي ولا نعم هو في ذاك الوقت نعم كان فيلشة وين يروح يمشي نعم مشي له ما عند يدي عندهم دامة اي نعم اي سيده يقول ها ابو محمد وين الدامه طلعتها قال كاي ما ادري يقعدون يفرشون يقعد يلعب دامه عنده نعم لو ما واحدهم يعيز وقت الغداء يهو نعم دربه وطلع نعم نعم, نعم راح هذا يابر هذا محمد ايه الصباح اي اي نعم اي لما, ايه لما سكن جزيره ايه فيلتشا كان يتردد على يدك الله يرحمه اي نعم يلعبون دامه في هذا نعم في هذا اللي حصل نعم فالتالي عاد نعم ما لحقنا عليهم الصراحه نعم بس لحقنا على عبيدهم واحد نعم ظل في القرينيه مسلم ويا زوجته ايه تم في القرين لان فيها قرف وهي فيها نخيل وسدر من الناحيه نعم ما جسم نعم هذولاك اثنين لا راحوا الكويت حتى في زمان محمد يابر ولده نعم كان سمعت يشتغل في القمارق هو ذي الساعه نعم انت ولد يابر هو مسؤول ولد يابر اي نعم اي مسؤول عن القمارق عن هذا حطه نعم اول هو بعدين فهد السالم ما ادري قبل اول فهد السالم نعم ما هو كذي نعم فهذا اللي فحط حارس عند الباب عدل حراس واحد في البلديه وواحد حطه بالحارسين هنا بالمينا هذا مسلم ظلم فيلشه هو وزوجته ويا زوجته نعم آه لو صار الشهر ما ادري شلون نزل الكويت يهني شنو معاش 10 ربويات اي بس اي ما ادري شلون ماكو فلوس اي 10 ربويات بندقيته حاطها ورا كتفه ومتحزم متيرق ونزل الكويت اي وراح عند يابر هذا محمد اليابر هذا واخذ معاشه نهار ثاني جايب نعم هذا 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 اللي تذكره اي لا تذكره يعني انا جسمه نعم. وايضا كان عن ابو محمد الشيخ عبد الله الخليفه نعم ايضا تردد وايد على فيلشه عبد الخليفه اي إيه وعبد الله كان له بيت بالجزيره عبد الله الخليفه الله يسلمك كان ويا عبد الله السالم ويا عبد الله السالم نعم كل ييت عبد الله السالم الله يرحمه ييت فيلشه وكان وياه نعم وييبه نعم هو سيد زواوي عندك من الزواوي اللي والله ما اعرف واحد اسمه الزواوي الزواوي من اسره الزواوي إيه كان عندك عبد الباري ها عبد الباري الزواوي إيه ما ادري انا اسمع إيه بس زواوي عندك إيه سعود المضف اي كان يجي معهم سعود إيه عندك صحيح حمد المناعي اي عندك هذا عبد الرحمن البحر عبد الرحمن عبد الله البحر عبد الله البحر ها عبد الله البحر عندك ايه واحد من الشيوخ منهم سلمان الحمود سلمان الحمود كان يجي وياهم بعد اي هذا يجي وياهم نعم اي يجون يقعدون فيهم وعبد الله اليابر سلمان الحمود ولا حمود السلمان ما ادري والله حمود سلمان ما ادري ايه الحاصل يجون هناك يقعدون عنده 4-5 ايام يخلونه فيهم يظلون عنده وفيهم من ينزل عنده نعم شغل شغلات يعني جسمه نعم فيظل ظله 10 ايام هذا راح هاي نعم شغلته نعم عبد الله الخليفة وياه وياه بعدين وين يقعدون عم ابو محمد في بيت عود من مال الله يسلمك حيال المطوع يوسف المطوع نعم شراه عبد الله السالم نعم على البحر بعد
بيت المطوع الجناعات ولا اي مطوع الجناعات ولا غيره؟ اي من الجناعات المطوع. كان لهم بيت هناك اي وكان قبل كله قاعد هناك بعد يوسف مطوع.